بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله نكمل الـ wrist and hand examination في سلسلة rheumatology in practice. إحنا اتكلمنا، كنا بدأنا في الـ functional anatomy، هنكمل إن شاء الله، نخلص إن شاء الله النهاردة نتكلم في joints of wrist and hand. بالنسبة للجوينتس في الريست والهاند، أنا عندي الريست جوينت وفي الانتر كاربال جوينت اللي هو بتوين ذا individual كاربال بون سواء البروكسيمال أو الديستال رو، الميد كاربال جوينت وده بتوين إيه البروكسيمال أند ديستال رو أوف كاربال بون، والكاربو ميتاكاربال جوينت بتوين ذا كاربال بون والميتاكاربالز، وميتاكاربو فالنجيال جوينت بين الميتاكاربال اند بروكسيمال فالانكس، والانتر فالنجيال جوينت اللي هي البروكسيمال والديستال. نبدا في الريست جوينت. الريست جوينت او اللي اسمه ايه راديو كاربال ارتكيوليشن، راديو كاربال ايه ارتكيوليشن، ده باي اكزيال الليبسويد جوينت. باي اكزيال ايه الليبسويد جوينت، والليبسويد جوينت اللي هو يعني الجوينت اللي بيديني موفمنت في تو بلانز، يديني موفمنت ايه في تو بلانز، يعني فليكشن اكستنشن ايه ابدكشن وادكشن، اوكي، او انر موفمنت وريديال موفمنت زي ما احنا اتفقنا قبل كده. ده اللي هو الايه الليبسويد جوينت، وبيبقى عباره عن يعني بيسموه اوفال سوكيت جوينت. اوفال سوكيت جوينت بتبقى شالو خالص، وايه والسوكت الثانيه بتبقى اوفال ان شيب. اوفال ان شيب في الايه في سوكت شالو شويه، اوفال شويه وسوكت السوكت اوفال شويه، اوكي، ده بيسموه الايه باي اكزال الليبسويد جوينت. اللي بيتكون من ايه الباي اكزال الليبسويد جوينت ده، في البروكسيمال بيتكون من الديستال اند اوف ذا ريدياس والتراينجلر فايبر كارديولوجي اللي انتم شايفينه ده، يبقى القرنه مش داخله في الايه في الريديال في الريست جوينت او ريديو كاربال ارتكيوليشن. يبقى بالايه البروكسيمال بارت بتاع الجوينت بايه اللي هو الايه ديستال اند اوف ذا ريدياس والتراينجولار ايه فايبرو كارتريج. طيب ديستالي بقى بيتكون من الثلاثه كاربال بون، من 3 كاربال بونز اللي هو الايه سكافويد واليونيت وترايكويتر. سكافويد واليونيت والتريكوتوم بيزي فورم مش داخله في الارتكيوليشن ده. يبقى ايه بروكسيمال بيتكون من الديستال بارت بتاع الريدياس والايه ترانجولار فايبرو كارتليج. ديستال بيتكون من الثلاثه كاربال بون اللي هي سكافويد واليونيت والتريكوتوم بون. ده بالنسبه للايه للبونز اللي هي شيرد ان ذيس ارتكيوليشن. الكبسول استرنسد باي عندي اللي هو ريديو كاربال ليجامنت، واحد دورزال واحد ديستال. يبقى الايه الكبسول اوف ذا ريست جوينت استرنسد باي ريديو كاربال دورزال وايه وفولر ليجامنت، دورزال وفي وفولر ليجامنت حوالين الليجامنت من الدورزال اسبكت والبالمر اسبكت. لازم تعرفوه بقى ان هو ساينوفيال كافيتي اوف ذا ديستال ريديو النر جوينت هنا يوجوالي سيبريتد من الايه من الريديو كاربال جوينت. اللي ايه الساينوفيال كافيتي اوف ذا ديستال ريديو النر جوينت يبقى سيبريتد من الايه من الديستال من الريديو كاربال ارتكيوليشن او من الريست جوينت. وده برضو يهمنا التكه ديت ككلينيكال، ان في بعض الاحيان لما نيجي نعمل ارثروجرافي وتلاقي في ليكج للدايت من هنا لهنا، يبقى في هنا ايه في باثولوجي هنا او في رابشر لكبسول او ليجامنت او 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 تبع الحال. الحته دي برضو تنفعكم في الحته الكلينيكال. طيب الموفمنت اوف ذا ريست هنا انكلود ايه بالمر فليكشن والاكستنشن اللي هو الايه دورزي فليكشن. بساعات لما يجي يقول لك دورزي فليكشن بساعات بتقال هو الايه الدورزي فليكشن مقصود بقى الاكستنشن. يبقى هنا الفليكشن اسمه بالمر فليكشن والاكستنشن بتاعه اسمه ايه دورزي فليكشن. عندي بقى راديال ديفيشن وفي ايه الارنر ديفيشن وفي سيركمدكشن خفيف. سيركمدكشن خفيف مش زي البول اند سوكت، اوكي. يبقى عندي ايه عندي فليكشن اللي هو بالمر فليكشن، و
وعندي اكستنشن اللي هو دورز فليكشن، وعندي راديال ديفيشن، وعندي النر ديفيشن، وفي شويه سيركم دكشن خفيف. الريست كان بي اكستند لغايه ايه؟ من 70 ل 80 ديجري، يديني ايه؟ اكستنشن، اوكي؟ وعندي فليكشن من 80 ل 90 ديجري. الالنر والراديال ديفيشن حوالين الايه؟ 50 ديجري النر و20 ل 30 ديجري راديال ديفيشن. يبقى عندي الايه؟ الاكستنشن من 70 ل 80، الفليكشن من 80 ل 90 ديجري، الراديال ديفيشن الارضيال ديفيشن، الراديال ديفيشن هيدينا من حوالي ايه؟ من 20 ل 30 ديجري، واللي هو الراديال ديفيشن من 20 ل 30 ديجري، والالنر ديفيشن يديني من حوالي الايه؟ 50 ديجري. الموفمنت اللي هي بتبقى لوز وتبقى افكت الفانكشن بتاعنا دي هي الاكستنشن. يعني ايه؟ لوز اوف اكستنشن از موست ايه؟ انكابسيتيتنج فانكشنال امبيرمنت اوف ريست جوينت. لان زي ما انتم عارفين لما نيجي الايه؟ الباور فليكشن لازم يبقى فيه معاه شويه اكستنشن زي ما قلنا في الفيديوهات السابقه. مع الفليكشن بتاع الريست بتساعده فيه هنا الايه؟ اللي هو اليونيت كابيتيت ارتكوليشن، اليونيت كابيتيت ارتكوليشن او اليونيت كابيتيت جوينت اللي هو الايه؟ هيبقى هنا ميد كاربال جوينت، هو هنا بين ايه؟ كونتريبيوت تو ريست اكستنشن وفليكشن. يبقى الفليكشن والاكستنشن بتساعدوا الايه؟ هنا اللي هي الايه؟ الارتكوليشن بتاع اليونيت والكابيتيت او اليونيت كابيتيت جوينت. النقطة برضه اللي تاخدوا بالكم منها ان احنا فين البرونيشن والسوبرنيش؟ لا، البرونيشن والسوبرنيش مالناش دعوة بالريست. البرونيشن اوكي برايمري ات ذا بروكسيمال اند ديستال ريديو النر جوينت، بيحصل على الايه؟ على البروكسيمال ريديو النر والديستال ريديو النر جوينت، ده الايه؟ البرايمر موفر للايه؟ او برايمري ايه؟ سايت اوف موفمنت اللي هو الايه؟ الديستال والبروكسيمال ريديو النر جوينت. يبقى كده الايه؟ خلصت الريست. نيجي بعد كده اللي هو الايه؟ ميد كاربال جوينت. الميد كاربال جوينت قلنا زي ما الايه؟ اللي هو جنكشن بتوين البروكسيمال والديستال ارتكوليشن، البروكسيمال والديستال كاربال بون. يبقى اللي هي الارتكوليشن بتوين البروكسيمال والديستال كاربال جوينت ده اللي هو الايه؟ الميد كاربال جوينت. الانتر كاربال جوينت هنا ريفيرز هنا الايه؟ للارتكوليشن بتوين انديفيديوال كاربال بون، كل بون والايه؟ صغيره مع الثانيه، ده اسمه ايه؟ انتر كاربال. هنا سواء بالبتوين الكاربال بول في الديستال او في البروكسيمال اللي بينهم وبين بعضهم اسمه ايه؟ انتر كاربال. اللي بين الايه؟ الصف ده والصف ده اللي هو البروكسيمال والديستال رو اسمه الايه؟ ميد كاربال جوينت. وطبعا انتر كاربال وميد كاربال جوينت دول هم الايه؟ جلايدنج جوينت. جلايدنج جوينت اللي هي الايه؟ السيرفيس بتاعتهم اللي بتبقى فلات لا شويه ايه؟ كونكيفد شويه، والموفمنت جلايدنج موفمنت. جلايدنج ايه؟ موفمنت دي اللي هو الايه؟ جلايدنج ايه؟ جوينت اللي هو الايه؟ بتوين اللي هي الميد كاربال والانتر كاربال جوينت. نيجي بعد كده للي هو الايه؟ كاربو ميتا كاربال جوينت. كاربو ميتا كاربال ايه؟ جوينت. عندي حاجتين، عندي الكاربو ميتا كاربال جوينت بتاع الايه؟ السامبو والكاربو ميتا كاربال جوينت بتاع الايه؟ الاذر فينجرز مع بتوين ميتا كاربال والديستال كاربال رو اللي هو الايه؟ ترابيزيوم وترابيزويد كافيتيت هاميت. ترابيزيوم ترابيزويد كافيتيت هاميت. عشان ما تنسوش زي ما فاكرين زمان عشان الكاربال بوند ساعات بننساها اللي هي في ايه؟ كان في اختصار كده ايام الاناتومي اللي هو الايه؟ سلوى لازم تلعب بكره، تكسب تخسر كله هلس. فاكرين الجمله دي؟ سلوى لازم تلعب بكره اللي هو بتوع الايه؟ بروكسيمال رو اللي هي سلوى، سكافويد لازم ليونيت تلعب ترايكواترام، و سلوى لازم تلعب، والبيزي فورم اللي هو الايه؟ بكره. اوكي؟ تكسب تخسر كل هرس اللي هو الايه؟ ترابيزيوم ترابيزويد ايه؟ كابيتيت هاميت. يبقى ليه؟ دول اللي هي فكرته الايه؟ التعبير اللي كنا كلنا في الاناتومي حافظينه، هو بايه؟ ما يتنساش بقى بالمنظر ده. ندخل بقى في الايه؟ الكربو ميتا كاربال جوينت. في عندي الفيرست كربو ميتا كاربال جوينت، وهنا بيبقى سادل جوينت. سادل جوينت بيديني الايه؟ فليكشن واكستنشن وابدكشن وادكشن وسيركم دكشن. فبتديني ايه؟ موفمنت في كل حته، ولا ايه؟ اللي هو السادل جوينت. والسادل جوينت ده فيري موبايل ايه؟ ارتكوليشن بتوين ايه؟ هنا قلنا الايه؟ الديستال اللي هي الايه؟ ما بين الترابيزم وما بين الايه؟ البيز بتاع الفيرست ميتا كاربو فالنجيال جوينت. وده ايه؟ الفيرست ارتكوليشن اللي هو سي ايه؟ الفيرست سي ام سي بتوين الترابيزيوم
وبتوين الايه البيز بتاع الفيرست ميتا كاربال جوينت، وده قال له حوالي ايه من 40 ل 50 ديجري فليكشن ايه واكستنشن، والموفمنت بتاعته بقى زي ما انت انا هحط ايدي اهوت موازيه للايه للسقف، موازيه للسقف، هطلع بصبعي كده، ده اللي هو الايه اللي هو الاب دكشن، ده هو الايه الاب دكشن، انا طالع لفوق ماشي، اب دكشن اللي هاجي اعمل فليكشن وده اكستنشن اوكي، وده ادكشن وابدكشن، ادكشن وابدكشن، فهمتوني؟ يبقى اللي هي اهو بص لفوق اوكي، يبقى اللي الصمب ايه فليكشن واكستنشن، بيبقى ايه الفليكشن والاكستنشن بيبقى على كان بحرجه في بلان بارلل للايه للبال اوف ذا هاند، يبقى فليكشن واكستنشن، فليكشن واكستنشن او بارلل للايه فليكشن واكستنشن للبال، ادكشن وابدكشن بيربنديكولار، يبقى اللي هي مساعد مرفوع فوق ده ابدكشن، هنزله لتحت بقى ابدكشن، هنحركه موازي للبالم اوف ذا هاند، ده اللي هي الايه فليكشن واكستنشن، تاني ابدكشن اهو وابدكشن، يبقى الايه اللي انا بحركه البلان هنا ايه فيرتيكال على البالم اوف ذا هاند اللي هو الابدكشن والابدكشن، ابدكشن وابدكشن، ده ايه ابدكشن وده ابدكشن، فليكشن واكستنشن ده ايه في بلان بارلل للايه للبالم اوف ذا هاند، عشان ما ايه ما ننساش الحته دي. وطبعا اللي هي الايه اللي قلنا زي ما قلنا اللي بيقلوا ايه 40 ل 50 ديجري فليكشن واكستنشن بارلل تو ذا بلان وذا بالم، و 40 ل 70 ديجري ادكشن وابدكشن بيربنديكولار تو ايه ذا بلان اوف ذا بالم. وطبعا الايه الموفمنت دي طبعا فيري امبورتنت عشان نعمل البوزيشن بتاع الايه الفينجر اجينست الايه الاذر فينجر اوف ذا هاند. يبقى ده خلصنا الفيرست سي سي ام سي اللي هو كارب كاربرجان، السكند والثيرد والفورث والفيفث دول ما بين الايه الكاربال بون والميتا كاربال بون. النقطه هنا بقى ان هو عندي اللي هو السكند والثيرد اللي هو الميتا كاربال بون والكاربال بون اللي هو الايه السكند والثيرد ايه سي ام سي، دول ايه ريلاتيفلي فيكسد، السكند والثيرد ريلاتيفلي فيكسد زي ما قلنا قبل كده في الايه في الفيديوهات السابقه، لكن الايه بتوين الفورث والفيفث ده بيبقى موبايل شويه، وده طبعا ايه اللو الفورث والفيفث متكاربل تو فليكس توارد زي ايه ذا سامب ديورنج باور جريب، عشان ما امسك كويس هتبص تلاقي الايه الاثنين دول فيهم ايه في شويه موفمنت اهو شويه موفمنت، هتمسك التانيين اللي هو الايه الثيرد والفورث هتلاقيهم ثابتين زي ما انا بحركهم ايه رايح جاي كده، لكن هتبص تلاقي معايا رايح جاي رايح جاي اهي، لكن ده ثابت ده ثابت ده طبعا لما تيجي تعمل جريب فده الموفمنت اللي بتساعدني الايه في الباور جريب بتاع الايه بتاع الهاند، وطبعا الايه يعني فليكشن تواردز ايه من 15 ل 30 ديجري تواردز سامبل اللي هو الفليكشن بتاع الايه الثيرد والفورث او الفورث والفيفث سي ام سي. يبقى الثاني اللي عند الفيرست اللي هو ما بين الترابيزيوم وما بين الايه بيز اوف ذا فيرست متكاربل بتاع السم، وده اللي هو ده ايه سادل جوينت، واللي قلنا اللي هو الايه فليكشن اكستنشن ادكشن ادكشن، وايه والاوبوزيشن اللي هو بين مجموعه الموفمنت دي كلها، السكند والثيرد سي ام سي دول بيبقوا فيكسد، الفورث والفيفث سي ام سي الى حد ما موبايل بيدين من حوالي الايه من 15 ل 30 ديجري فليكشن توارد ازاي تصمب عشان ايه تديني ايه باور جريب. يبقى هنا ذا ايه ذا اونلي كاربوميتا كاربال جوينت هاز ا نوتابل ديجري اوف موفمنت اللي هو الكاربوميتا كاربال جوينت اللي هو اوف ذا تصمب او الفيرست سي ام سي. حته برده تاني ككلينيكال الريديو كاربال اوكي، الريديو كاربال اللي هو الريست جوينت والانتر كاربال والميد كاربال اوكي، اللي يبقى الايه الريديو كاربال والميد كاربال والديستال ريديو النر جوينت والسي ام سي دو نوت كوميونيكيت ايه اندر نورمال ايه سيركمستانس. يبقى الجوينت دي كلها اللي بتاع الريست والايه والانتر كاربال والميد كاربال والكاربو ميتا كاربال كلها بتبقى سيبريتد في الايه في النورمال سيركمستانسز. The presence of any communication اللي هو بين قوسين بتستد الايه الريست بالايه بالارثروجرافي او الام ار ارثروجراف هنا بين ايه لو فيها نوع من الكوميونيكيشن هنا تبقى ايه في تورن ليجامنت او تورن كبسول بتوين ذم
برضو ايه ده تنفعنا كحته كلينيكال ابلكيشن. ولو هم كلهم سيبريتد كل كافيتي لوحده لو اي في نوع من الكوميونيكيشن وهنشوفه بالايه بالارثروجرافي او الام ار ارثروجرام هنا بيبقى فيه ايه في باثولوجي لا يبقى رابشر ليجامنت او رابشر كبسول بتوين زم. الجوينت اللي هي ممكن يبقى فيه كوميونيكيشن اللي هو ما بين الميد كاربال والايه والانتر كاربال اكسبت فور ذا بيزوفورم تراي كواترال ارتكوليشن ويتش كوميونيكيتس ويز ذا ريديو كاربال جوينت. يبقى الميد كاربال جوينت از ايه؟ از الميد كاربال جوينت ان كونتينيوتي ويز ذا انتر كاربال جوينت. لكن الجوينت اللي هو ما بين البيزوفورم والتراي كواترام في بعض الاحيان بيبقى هنا ايه؟ كوميونيكيتس ويز ذا ريديو كاربال جوينت ويز ذا ريديو كاربال جوينت. ده الواحد. اوكي؟ طيب ايه المصل اللي هي ايه بتموف بقى الكلام ده كله؟ عندي اللي هو الايه اللي هي الايه برايم ريست فليكسورز اللي هي بتعمل ايه بالمر فليكشن اللي هو الايه فليكسور كاربي رياليز فليكسور كاربي الناريز والبالماريز لونج. يبقى ليه عندي فليكسور كاربي الناريز هنا وفليكسور كاربي رياليز هنا وايه زي ما وريها لكم قبل كده اللي هي البالماريز لونج زي ما انتم شايفين. اوكي اهي يبقى فلوكسور كارب اناليز اهي فلوكسور كارب رياليز اهي وده الايه برايمر ايه فلوكسور اوف ذا ريست جوينت. طب البرايم اكستنسورز هنا الاكستنسور كارب رياليز لونج سوبريفز والاكستنسور كارب اناليز اكستنسور كارب اناليز والاكستنسور كارب رياليز اند ايه بريفز ده البرايم ايه اكستنسور وفلوكسور بتاع الريست. بس طبعا اللي اللونج بيساعدوا معانا كان بنتكلم على اللي هم الايه البرايم الاول لكن اللونج فلوكسور واللونج اكستنسور دول برضه بيساعدوا في الريست اكستنشن. يبقى كده اتكلمنا عن الريست الانتر كاربال الميت كاربال والكاربو ايه ميتا كاربال. ندخل بقى على الميتا كاربو فالنجيال والبروكسيمال اند ديستال انتر فالنجيال جوينت. الميتا كاربو فالنجيال جوينت ميتا كاربو فالنجيال جوينت وده بتبقى ايه؟ بتبقى اليبسويد جوينت اليبسويد ايه؟ ميتا كاربو فالنجيال بتاع الفيرست وسكند ثيرد فورث اند فيفث ودي طبعا تبقى برضو ايه؟ اليبسويد جوينت. دي اليبسويد جوينت زي ما قلنا ان هي بتديني ايه؟ موفمنت في تو بلانس اللي هي الايه؟ الفليكشن اكستنشن وريديال وارنر ايه؟ الريديال وارنر ديفيشن وفليكشن واكستنشن. زي ميتا كاربو فالنجيال جوينت هنا الجوينت لما نيجي نعمل اعمل له فليكشن الجوينت نفسه بيبقى ايه حوالي 1 سنتي ديستال للايه للنقل ديستال ايه نقل ايه الميتا كاربال هيد. الكبسول بتبقى استرنسد عندي بالريديال وفي ايه في ريديال وفي النر ايه كولاترال ليجمنت ريديال والنر كولاترال ليجمنت ايه ان بوث سايدز اوف ذا جوينت والفولر ايه بليد اون ذا فولر سيرفيس الفولر بليد اون ذا فولر سيرفيس. يبقى عندي فولر بليد الكبسول نفسها بتاع الجوينت بتبقى هنا استرنسد باي ايه باي ريديال كولاتر ليجمنت والنر كولاتر ليجمنت وفولر ايه بليد اون ذا فولر سيرفيس اوف ذا جوينت. حته بقى بالنسبه للكلينيكال برضو انا عندي الكولاتر ليجمنت اللي هو الريديال كولاتر ليجمنت والالنر كولاتر ليجمنت لما يجي يعمل اكستنشن اللي هي هنا بتبقى ايه هتبص تلاقي اللي لوز في الاكستنشن اللي جامد دول بتبقى لوز في الاكستنشن. لو عملت فليكشن للصابع هتبقى ايه يحصل لها تايتنس للليجامنت وده على اساس الشيب بتاع الكيم شيب بتاع الايه الهيد بتاع الميتا كاربال. يعني هتبص تلاقي الكيم شيب عباره يعني في زي الكاميرا شيب لما بيحصل ان هو اكستنشن الايه الابيسود جوينت ده بيبقى ايه لابس في بعضه. اوكي لابس في بعضه فبتبص تلاقي الليجامنت بيبقى ريلاكس لاكس خليكم احرك انا كده اهو رايح جاي اهو انا الريديال ديفيشن ماشي معايا خالص ايه سهل. لو انا حطيته في الفليكشن اهو احاول اعمل الحركه دي تاني اهو لا ما عادتش بتيجي معايا عملت اكستنشن جت اهي عملت فليكشن لا ما عادش بتيجي معايا سببها ان هو الايه كيم شيبد اوف ذا ميتا كاربال هيد اللي هي بتبقى واخده ايه انت عارف ان هو اللي بيسوي جوينت فبتبقى تكون اوفال وفي في الكافيتي.
لما انا بحطه في الاكستنشن بتبقى الايه الاوفر نفسها داخله في الايه الكونكافيتي بتاعتها كويس قوي. لما ببدا اعمل انا فليكشن لتحت، الحته اللي هي بتبقى فلات شويه جايه مع الايه مع الهيد بتاع الايه بتاع الميتاكاربال. فبص تلاقي الايه المسافه بعدت، الجوينت نفسه الايه البوينتس اللي حوالين الجوينت بعدت عن بعضها، فبعدت عن بعضها يبقى ايه هيحصل يحصل هنا شد للايه للليجمنت، ده اللي بيسموه هنا ايه ساجيتال ايه كام افكت، اسمه ايه ساجيتال كام افكت. بس كام افكت اللي هو الايه في الاكستنشن في النيوترال بوزيشن تلاقي فيه الموفمنت، لان ايه الكولاترال ليجمنت لاكس، لما حطيته في الوضع ده بقى الكولاترال ليجمنت ايه مش لاكس، سواء ده او ده او اللي هو الايه الاثنين اللي بعض اللي هم جنب بعضها برضو نفس المنظر كده اهي كده معايا، وكده بقى ثابت خالص برضو نفس الطريقه، ده ثابت حطيته بدا يدي معايا، ده اللي بسموه ايه ساجيتال كام افكت. ساجيتال كام افكت هنا يهمني بقى الحته اللي هي ايه الناكلز، لما نيجي اعمل فليكشن اهو هنا اللي قدامي ده الناكلز ده البيس بتاع الميتاكاربال، هنزل 1 سم تحتها ده الجوينت لاين اهو. لكن ما اجي اقول لك بقى اكزامينشن وتعالى احس لي الجوينت الميتاكاربو فالنجال جوينت وشفت الايه في ساينوفايتس مش ساينوفايتس، ما تمسكهوليش كده من فوق بقى وتبص عليه وامسك لي النقل وانت بتلعب على الايه على البيز بتاع الايه او الهيد بتاع الميتاكاربو. لما لا اعمل لي ست حوالي 60 ديجري فليكشن وابدا ايه بصبعك ايه يعني ايه بالبلم من عند الضوافر كده، هتلاقي في الكافيتي بتاعه ايه تحته حوالي 1 سم من الايه من النقل من فوق اللي هي الايه الهيد اوف ذا ميتاكاربال. الجوينت ده اللي هو فيه ديب ترانسفيرس ميتاكاربال جوينت بقى هنا ميتاكاربال ليجامنت، ديب ترانسفيرس ايه ميتاكاربال ليجامنت جوينت ذا فولر بليتس اوف ذا سكند للفيفث ايه ميتاكاربوفالنجال جوينت. يبقى عندي تي في ترانسفير ديب ترانسفيرس ميتاكاربال ليجامنتس، وبيبقى هنا ايه جوينت ذا الفولار بليتس اللي موجوده من السكند للفيفث ميتا كاربال جوينت. الميتا كاربال جوينت بتاع الصامب از لارج ولارج وهاد بقى هنا ايه لما تحس هتلاقي هاد تو سيسمويد بونز اوفر لاينج اتس ايه فولار، بس هتحس بايه بالتو بونز اللي موجودين على الايه السيسمويد بون اللي موجود على الفولار اسبكت ايه اوف ذا ميتا كاربال فالنجال جوينت اوف ذا صامب. طيب الفيرست كاربو الفيرست ميتا كاربو فالنجال جوينت بيمس ايه حوالي 50 ل 70 ديجري فليكشن وحوالي 30 ديجري ايه اكستنشن. فليكشن اهو اللي احنا قلنا بيبقى ايه بارلل للهاند، الفليكشن من 50 لايه ل 70 والاكستنشن بتاعته حوالي 30 ديجري. الريديال وارنر ديفيشن الايه بيبقى هنا الايه ليميتد لحوالي 10 ل 20 ديجري. الازر ميتا كاربو فالنجال جوينت بيديني فليكشن حوالي ايه 100 ديجري واكستنشن حوالي ايه من 10 ل 20 ديجري ايه اكستنشن، وعندي حوالي 35 من ريديال لالر ديفيشن. يبقى الايه الازر بقى اللي هم الاربعه دول يدينا حوالي 100 ديجري فليكشن ويديني 10 ل 20 ديجري اكستنشن، وعندي ريديال لالر ديفيشن كل واحده حوالي 35 ديجري. طيب الماسل بقى اللي هنا الايه الاكستنسور، هنا الاكستنسور بوليسس بريفز اكستنسور بوليسس بريفز واكستنسور انديسز والاكستنسور ديجيتورم كوميونز والاكستنسور ديجيتي مينيمي اكستند زي ايه ميتا كاربو فالنجال جوينت. يبقى من تاني اللي الاكستنسور بوليسس بريفز والاكستنسور انديسز بوربوريوس والاكستنسور ديجيتورم كوميونز and extensor digiti minimi extends a metacarbopharyngeal joint extensor. الفلوكسورز اللي هم هنا بقى الايه فلوكسور بوليسس بريفز واللامبريكلز والانتر اوساي والفلوكسور ديجيتي مينيمي بريفز هنا اسوشيتد ويز ايه ويز ذا لونج ايه فلوكسورز، دول اللي هم الايه الفلوكسورز اوف ذا metacarbopharyngeal joint. الراديال والارنر موفمنت هنا من السكند للفيبس ميتاكاربال جوينت ار ايه ذا فانكشن اوف انترنسيك ماسل، دول الايه الريديال والايه والالنر موفمنت. اخر حاجه بقى اللي هو الانتر فالنجال جوينت،
في البروكسيمال انترفرنجال جوينت زي ما انتم شايفينها، البروكسيمال انترفرنجال جوينت والديستال انترفرنجال جوينت. البروكسيمال والديستال انترفرنجال جوينت اوف ذا فينجر والايه والانترفرنجال جوينت اوف ذا ثام، هنا بتبقى ايه؟ هنج جوينت، هنج جوينت، هنج جوينت، هنج جوينت اللي هم هنا ايه؟ بيبقى عباره عن كونكافيتي وفي كونفيكستي وارتكوليشن، وبتديني وان بلاين بس فليكشن واكستنشن، ما فيهاش اي موفمنت ثانيه، اللي هو الايه؟ ده الهنج جوينت. الايه؟ الهنج جوينت ده بتاع الايه؟ زي ما كنا بنتكلم عليه ما بين الايه؟ الالنا والترايكواتر والتروكليا في الالبو جوينت اللي اتكلمنا عليه. يبقى الهنج جوينت هنا في ارتكوليشن ما بين كونكافيتي وايه؟ وكونفيكستي في اللي هو المفصله، تديني بس ايه؟ اتجاه واحد بس في الحركه. الكبسول بتاع الجوينت ده هنا استرنسد بالايه؟ كولاترال ليجامنت ان بوث سايدز، والفولر برضو بليس زي ما كنا اتكلمنا على الميتاكاربوفالنجال جوينت. لكن هنا ايه؟ الفولر بليس بقى هنا ميزتها ان هي اول ايه؟ بتسيرف ليميت هايبر اكستنشن اللي ايه؟ بارتكلرلي بتاع البروكسيمال انترفالنجال جوينت. يبقى الايه؟ الفولر بليس بت ايه؟ هنا بتليمت الهايبر ايه اكستنشن. بعكس بقى الانلايك اللي هي الميتا كاربو فالنجال جوينت اللي كانت بت ايه في الريديال وفي الارنر كولاتر ليجمنت بيبقوا لاكس في النيوترال بوزيشن وبيبقوا تايت في الفليكشن. هنا ايه؟ لا دول بيبقوا تايت في الفليكشن والاكستنشن لان هم ما همش ايه؟ ما همش اللي بيسوي جوينت زي ما قلنا، اللي بيسوي جوينت واللي هي بتبقى الشالو وبين الايه؟ السوكت وما بين الاوفل او الاوفر ايه اوفر سوكت جوينت. هنا لا، ده هنا بقى ايه؟ هنج جوينت كونكافيتي وكونفكس، الاثنين مسكوا بعض خلاص، لا كده ولا كده، وحتى لو نزلوا لتحت لا كده ولا كده. اوكي، اهو الدرفر لما اتحرك الصبعه في الفليكشن ثابت وفي الايه نيوترال بوزيشن ثابت، ما فيش فيه اللي هي الايه السايد تو سايد موفمنت لما كنا بنعملها في الايه اللي هي بتاعت بقت تايت هنا، ولما لكن هنا في الايه الاكسشن رايح جاي اهوت. ده بالنسبه للميتاكاربو فالنجال جوينت اهو، شفت في النيوترال رايح جاي، لما عملنا فليكشن لا بقى ثابت وما فيش فيه موف. هنا برضو نفس الطريقه، في النيوترال بوزيشن ثابت، في الفليكشن ثابت، ده عكسه لان هنا ده ايه؟ ده هنا ايه؟ هنج جوينت، فبيبقى الايه؟ الليجامنت ايه؟ تايت في سواء في الفليكشن او في الاكستنشن. الموفمنت بقى البروكسيمال انترفرنجال جوينت كان ممكن هايبر اكستند لغايه 10 ديجري تبقى مسموحه في اليانج ادلت، والجوينت قالوا ايه حوالي من 100 ل 120 ديجري في الفولر فليكشن. الديستال انترفرنجال جوينت بتدي من 50 ل 80 ديجري فولر فليكشن و5 ل 10 ديجري هايبر او اكستنشن، يبقى دي 5 ل 10 ديجري اكستنشن ايه في الديستال انترفرنجال جوينت و50 ل 80 ديجري فولر فليكشن. ده بالنسبه لايه؟ طبعا الانترفرنجال جوينت بتاع الصنب قال له ايه؟ من 80 ل 90 ديجري من 80 ل 90 ديجري فليكشن ومن 20 ل 35 ديجري اكستنشن. طيب الموفر بقى او المصل اللي بتموف هنا الايه؟ الفلكسور ديجيتورم سوبرفيشاليس فليكس انترفرنجال جوينت، فليكس انترفرنجال والديستال انترفرنجال جوينت بتبقى ايه؟ فليكسد بالايه؟ فلكسور ديجيتورم بروفاندس، يبقى الفلكسور ديجيتورم بروفاندس بتعمل فليكشن للديستال، والفلكسور ديجيتورم سوبرفيشال بتعمل ايه؟ فليكشن للبروكسيمال انترفرنجال جوينت. وده طبعا هنسال فيها بعد كده لما كنا بنعمل رابشر في الفلكسورز، هل اللي مقطوعه هي سوبرفيشالز ولا البروفاندس، على اساس ان احنا بنعمل اكزامينشن لما نتكلم عليها ان شاء الله في الباثولوجي اللي موجود، هنتكلم على الموضوع ده. الفلوكسور بوليسوس لونجس فليكس ذا انترفرنجال جوينت اوف ذا ثام، والاكسوتنسور بوليسوس لونجس اكستنت ذا جوينت. ده اللي هي الايه؟ الموفر بتاع او المسل اللي بيتحرك الايه؟ في الفلوكسور او الاكستنشن. يبقى في الايه؟ في الفيديو ده اتكلمنا على الريست جوينت، واتكلمنا على الانتر كاربال وميت كاربال، والكاربو ميت كاربال جوينت، والايه؟ ميتا كاربو فرنجال جوينت، والانتر فرنجال جوينت سواء بروكسيمال او ديستال، اللي شكلهم وانواعهم واللي ايه؟ والموفمنت بتاعتهم ايه؟ والديجري بتاع الموفمنت، والمصل اللي هي شغال عليه. برضو احنا حاولنا ان احنا نتكلم فيه ككلينيكال ابلكيشن وليس ايه؟ ديتيلز اناتومي. انا بجيب الحاجات اللي هي تنفعني كروماتولوجيست او اورثوبيديك سيرجن.
إن شاء الله نشوفكم في فيديو قادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.